التونسي لو يعملوه بروجرام فهمتي انفورماتيزي وخرجوا ما يخرجوا الشعب التونسي كله انسان مستحيل. الا اللي يحب يخرج من الشعب هذا يدبر راسه، يحب يخرج من العباه نتاعو ويقلب يعمل وجه اخر يدبر راسه. انما نحن هذا في تونس ساهله نحبوا بعضنا، ساهله نقدروا بعضنا، ساهله نحيوا الانانيه يا ودي يا احد نقولوا نحبوا بعضنا نحيوا كل شيء. نحيوا بعضنا ونتصالحوا ونتفقوا ونتحدثوا بشريعه ونتحدثوا تنميه ونتحدثوا اقتصاد ونتحدثوا كيفاش نعملوا ونتحدثوا كيفاش نتكاتفوا ونتحدثوا كيفاش نواجهوا معناها التيارات الهدامه الخارجيه والداخليه. هذا ما يلزمناش نتحدثوا كل يوم هاي 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 صحيح احنا نحن ولدنا ولاد عام توا دخلنا في السياسه ودخلنا في المشروع من كذا، لكن الانسان لازم يصبر على اخوه يعذروا يعديله ما نجموا نتواصلوا ما نجموا كذا الا ما نعديوا لبعضنا وما اختلفنا فيه نترك ما اختلفنا فيه وناخذوا حتى اليوم ماذا نتفق اليوم احنا؟ نتفقوا في حب تونس نتفقوا في عزة هذا البلد نتفقوا هذا البلد لا نتركه معناها معناها لمن لمن يريد فهمتي ان كذا او كذا يسار اقصى يسار او اقصى يمين او غيره. نحن نريد وسطيه نريد ان نعيش نريد ان نعيش ونتعايش. اذا اذا هذا العالم هذا العالم هذا العالم يذوب اجلالا وتحيه لدماء الشهداء الذين مش نحن اللي قاعدين نتكلموا اليوم وتقصر بيها. هنالك شهداء اعطوا ارواحهم واعطوا عائلاتهم، هنالك ناس ناضلت من اجل هذا العالم، من اجل هذا البلد، من اجل عزه هذا البلد بعد الاستقلال. اذا هذا العالم تحيه لدماء الشهداء يتشكل ويؤلف دماء الشهداء، يؤلف شهداء منظورهم. هذه الشهداء تمد يديها على اليمين وعلى الشمال، تحدث شباب القصبة يمينا، تحدث شباب القصبة يسارا، تحدثهم تقول لهم حماة الحماة يلي تحبوا تحميوا هذه تونس، حماة الحماة يا حماة الحماة، هلموا هلموا لمجد الزمن. ما هو المجد؟ ما هو مجد تونس؟ ما هو مجد هذا البلد العزيز اللي أوانا هذا اللي قرينا فيه، هذا اللي ألفنا فيه، هذا اللي سواء مع بعضنا شممنا فيه الهواء النقي، وتعيشنا فيه في الجامعات، وتعيشنا فيه في كل مكان، في ملاعبه، في 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 استاداته، في وطنه، في بحاره، في جبال. هذا الوطن ماذا يريد منا؟ تونس العزيزة ماذا تريد من أبنائها؟ إذا هي تطلب وتستسمحنا وتستلطفنا لأن تواصل، تريد منا تواصل. تريد تسامح، تريد تصالح، تريد تضامن. تريد منا وفاق، تريد وئام، تريد وفاء لمبادئ هذه الثورة. تريد ولا 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 إلا لتونس. تريد منا نضال، تريد نشاط. تريد نماء، تنمية مستدامة باش نشغل أولاد، نفتح الباب باش نجيبوا فهمتي مشاريع باش كذا، فهمتي؟ تريد نماء، تريد نظام. حافظوا على النظام، نحافظوا فهمتي على الأمن اللي موجود، كي دي نظام دي أمن. هي نظام كل واحد يمشي في طريقه وكل واحد يروح في كارو وكل واحد يروح في كرافته. هذا النظام نحافظ عليه باش ما تطيحش علينا الخيمه تحرق لنا روسنا. اذا تريد تونس تريد نظام، تريد سعي، سعي من اجل مشاريع، سعي من اجل فتح البيبان، سعي من اجل كذا. عندنا فهمتي اعطانا ربي فهمتي هاك البيسيه اعطانا هاك العلم هذاك باش نبحروا فيه للعالم من اجل مشاريع ومن اجل باش نجيبوا من اجل باش نتواصلوا مع العالم، من اجل باش نلقاو لنا معناها مكان تحت شمس العالم العولمة المحرقة. إذا نريد سعي، تريد سلم، سلم الاجتماعي، سلم الاجتماعي يجي من التوافق والتصالح والتسامح والتضامن، تجي من المحبة بين بعضنا، تجينا من فهمتي؟ نريد سلم، تريد سمو رقي روحي، رقي أخلاقي، رقي معناها في المنطق، رقي في التصرف، رقي حضاري معناها التصرف الحضاري. تريد سؤدد، السؤدد هو الرشاد، هو الرؤية الصائبة، هو النظرة العميقة، هو الرؤية المستقبلية الشفافة التي تبلغ بنا أبعد المدى من أجل فهمتي أن نتواصل مع الأمم هذه ونخلقوا لنا مكان اللي رادوه المناضلين واللي رادوه الناس اللي تعبوا من أجل تونس والناس اللي تحبسوا والناس اللي تسجنوا والناس اللي فهمتي نفوهم ما نسمش ننساو والبلد تمشي على كبارها ما نسوش جدودنا وبياتنا اللي ناضلوا اللي باع ساعة قمح واللي أنا عام 64 نتذكر في منطقتنا في دستور كل النساء تونس حطت الذهب بتاعها في الحرمة ومدوها كلها باش فهمت تونس ما طاحش الميزان الاقتصادي بتاعها ما طاحش باش عملنا اسم بين الامم ورجعت لهم والحمد لله. احنا كل خطوه لازم ندرسوا منها ناخذوا منها العبره وننطلقوا الامام، ما لازمناش نفكروا في الوراء، ما لازمناش نفكروا في اختلافات. لازمنا نفكروا قدام. لو
بلادنا، يلزمنا هالبلاد اللي نعيشوا فيها مش شعوب الارض خير منا راهي. ماهيش يلزمنا نبارك فيك، يلزمنا نتالفوا مع المحيط بتاعنا. محيطنا هو هذه تونس، خريطه تونس هذيك، هذه افريقيا فيها مشاريع، فيها ذهب، فيها سن، فيها كل تونسي 10 ملايك يخرجوا في قاع الارض، وكل تونسي يحل حانوت بتاع بلاد تونسيان ولا اغنى شعوب الارض في اي بقعه في الارض. بلاد تونسيان حل بلاد تونسيان في اي ارض، اخرج لفريق حل بلاد تونسيان طالب برشا تيديان ولا رجال اعمال، حل حوانت صغيره بتاع بلاد تونسيان. يلزم نتجاوزوا وما نقعدوش نهار كامل واحنا في انتشادين حاجه كالعلم ولا الريش. واعطيني اعطيني اش عطاك ربي؟ قريب نجحت طلعت وصلت المسألة للوعي. سيونس سون كونسيونس سوني كروين دو لام، سيونس سون كونسيونس سوني كروين دو لام. الوعي هو اللي مطلوب، ونحن الحمد لله وصلنا لدرجة الوعي. تقول لي انت وين هالوعي؟ الاختلافات بتاعنا ونقاشاتنا هذه وعي، الحمد لله ما فماش ديماتيسيون. يعني الشعب يخرج من دياره نهار حد ونهار تفسيحه ونهار بحر ونهار فهمتي ربيع ويجي شرح، شو اللي حرقه؟ حركته الوطنية متاعه، حركته محبته للشعب هذا، حركته محبته للزراب هذا، حركته محبته لمستقبل تونس ولكل واحد رؤيته. ولكن تعالوا إلى التوافق، إلى طريق الوسط. وأنا اخترت اليوم ما قعدتش من غادي، ما قعدتش على اليسار ولا أقصى اليسار أقصى مين، وحتى هوني اخترت باش نكون في الوسط. في وسط شرح بوركيبة بالضبط، هاكا في الوسط تحسب منا حتى الآخر، تحسب منا في الوسط. هذه الوسط وذاك درابو تونس، ها درابو تونس وهذاك المجتمع نتاعنا الوسط. هذه بين عينينا رساله موجهه الى كل العالم باش يحترمنا العالم. صدقوني اليوم كل تلفزات العالم ما عندهاش حتى فكره اليوم الا هالبلد اللي عمل ثوره، هالبلد اللي خرج من المستنقع، هالبلد اللي خرج معناها من كذا من الضحاله نتاعو، خرج بحريه وخرج كذا الى كل العالم. واليوم احنا صرنا ندرس العالم ما معنى الثوره ومعنى الحريه، لانه بعد عام بالضبط من الثوره شعوب اخرى قاعده تتقاتل، شعوب اخرى قاعده تتدمر، شعوب اخرى قاعده فهمتي سيارات ملغومه، شعوب. نحن شعب ذكي، نحن شعب وسط، نحن شعب يعرفوا ياخذوا الاعصاب من وسط راسه، حتى وان كان فينا مجنون على اليمين او مجنون على اليسار مسكون، ونهزوه لطريق وسط، نهزوه وقت كذا. والنار هذا يدخل في النضال من اجل تغيير العقل، مش تغيير العقليه، من اجل نسمع لاولادنا اللي جبناهم رساله نخليهم هذا النضال، نضال يومي. فهمت؟ هذو اطفالنا ما نحبوهمش يبكوا غدوه، اطفالنا ما نحبوهمش، نحبوهم يرحموا علينا. مستقبل اولادنا لازمنا نبنيهم حبه حبه، ما نبنيهوش قبه، ما نعملوش من حبه قبه ولا حاجه بسيطه ولا واحد معتوه ولا واحد فهمتي نفسه نردوها نار. لا، نحن شعب وسط، نحن مش شعب محب للحياه، نحن شعب محب للسلام. كل العالم لما ينظر لهذا البلد يقول هذا بلد التسامح، بلد التواصل، بلد المحبه، بلد معناها المضياف، بلد معناها احنا يعني 10 ملايين عندنا مقدره باش نهبطوا 10 ملايين تونسي كل عام، 10 ملايين تونسي يهبطوا مصحاح ناكلوا منها معاهم كامل واحنا قاعدين في الديار. عندنا مناجم، اكثر مناجم البترول في الناس ما نقصها، عندنا عقول، عندنا فهمتي. انا نفرح يقولوا لي عندنا 240 الف بطال، نفرح صدقني، ما عندناش 240 الف بطال فهمتي الف لا شيء عليه، عندنا 200 الف عندهم عقول، عندنا 200 الف وقت اللي تبعته من الخارج يعمل لك مشروع ويروح لك برشا درس في ايام، يخرج لانه عنده حق على عائلته على وطنه. ماهوش وطنه بطنه، وطنه هو يحب يرفع راسه التونسي من كل اسقاع الارض. لذا لازم نتساعد مع بعضنا، لازم لما حتى نلقاو تونسي هكا ولا هكا مخه مسكر ولا عقلته، ارفع راسك يا تونسي، ارجع للوسط، ارجع للكلمه سواء، فهمتي؟ ما